سيادنا السلام عليكم ورمضان مبارك سعيد. من نهار تفرض الحجر الصحي في إطار قانون حالة الطوارئ الصحية اللي فرضتها المملكة المغربية من أجل الحد من تداعيات انتشار جائحة كورونا، كلنا عبرنا عن مدى الحب والاحترام والتقدير ديالنا لواحد الفئة مهمة من المجتمع، منهم الأطباء، الممرضين، القوات المسلحة الملكية، الدرك الملكي، الأمن الوطني، السلطات المحلية، القوات المساعدة، الوقاية المدنية، سائقي سيارات إسعاف، عمال النظافة، والعديد العديد من الجنود المجندين اللي فرض عليهم الواجب الوطني والمهني والإنساني كذلك أنهم يكونوا في ساحة المعركة لمواجهة هذا العدو القاتل كوفيد-19. بغيتوا تعيشوا معنا التجربة الفريدة؟ يلا معنا. الجمعية المهنية للصحافة والإعلام وتقنيات الاتصال جي ام سي ميديا وفرت لنا هذا الفضاء الجميل جدا باش نصادفوا فيه واحد مجموعة من الفنانين، وأول فنان غادي يكون معنا هو الفنان المحبوب جواد السايح اللي غادي يمشي ونجيبوه من الدار. السلام عليكم. طيب فيك اخويا الحضور ديالك. الله يحفظك اخويا. الله يبارك فيك. شكرا على تلبيه الدعوه. مرحبا سيدي. مرحبا. هذه مبادره كافي 19. بغيت اول سؤال نسولك، واش ما توحشتيش القهوه؟ الصراحه ديك توحشناها، كنتسناو غير ان شاء الله المغاربه يلتزموا بهذا الحجر الصحي مزيان ان شاء الله، وحتى حنا يفرج علينا سيدي الحكومه ونعيش حياتنا الطبيعيه ونعاودنا ان شاء الله كل شيء غيبقى تعاون ان شاء الله. هذاك الشيء اللي كاين، هذاك الشيء اللي كاين مولاي. ما نشربوش قهوه. الله يودي بك سي سعيد. خويا قهوة موجودة؟ موجودة. الله يعاود. إلا ما كانتش موجودة نوجدوها. نوجدوها، معليش باركين. غير هي القهوة ديالنا ما بغيناش نشربوها بوحدنا. أييه. غنشربوها مع الناس جنود الخفاء اللي في التيران، اللي في ساحة المعركة. أنا اختاريناك اليوم كونك فنان محبوب، أنك أنت اللي غتنوب على هاد المغاربة كاملين وتشكر لنا هاد الناس. هذا شرف ليا كبير أن دوك الناس كيستاهلوا، اللي كيخدموا دابا بالليل وخارجين باش يسهروا علينا ويسهروا على الراحه ديالنا. هذوك هما الاولين كيستاهلوا، نمشيو نشوفوهم. هذا موضوع اتحد فيه الجميع. راه باين وهاد الناس شكون اللي كانوا شكون اللي تكرفصوا في الجائحه هذه، فهمتيني؟ هاد الناس هادو، هاد الناس هادو خصنا نتهلاو فيهم. خويا جواد بالصحة وراحة. الله أكبر. الله يحفظك. بلاتي نمشي من بلاتي. شم 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 شم. ويا أخويا توحشناها. ها ولمها. ولاموس. واتا شوف. كافي 19 ماشي كافي 19. والله كافي 19 بالله. بابا جواد. السلام عليكم. كيدير لنا الاخوان لاباس عليكم؟ معكم جواد السايح. مرحبا. كنحبكم بزاف الله يحميكم الوالدين. حبكم الله يسترك اخويا. وانا كنوب على الشعب المغربي كيحييكم بزاف، تيقول لكم الله يحميكم الوالدين، انتم سهرانين عليهم وكتعرضوا نفوسكم للخطر، وحنا راه خوتكم وحنا وراكم. كندعيو معاكم الله يحفظكم الله يستركم الله يحفظكم الوليدات. ما هو كيحب الفن ديالو حتى حنا تعنا كنحبوا هذا العمل ديالنا. حنا كنقدروا نخرجوا ديريك، علاش حنا حابين هذا العمل ديالنا؟ الا جات على خاطركم تقبلوا لنا واحد هديه صغيره، واحد القهوه ليكم. بسم الله. شكرك بالله. انا خويا العزيز. الله يحفظك. اسي جواد. كنشكروك. يعني الناس يريحوا في الدور ديالهم باش تدوز هاد الجائحه سلام ويبقى الوطن ديالنا امن كما عاهدناه دائما. تبارك الله عليكم الله يحفظكم. امور احنا معاكم وكنحبوكم والله العظيم وكندعيو معاكم من القلب. باشا الله يحميكم الوالدين. الله يحميكم الوالدين. شكرا شكرا. هذا هو الشيء. هاي بسم الله. الصحة والراحة. معاكم 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 المعين. انت مبارك سعيد. عرفك مزيان. صافي صافي. الحمد لله خويا. الله يبارك فيك الله يستركم. سيد كنقول المغاربه الخزارين، راه كنتو في المستوى في البدايه ديال الجائحه ديال كورونا، العالم كله كان كيتغنى بالمغرب. الناس ديال الصحه راه عياو والله الا عياو. واش الامن كيلعبوا ولا كيلعبوا قاش قاش مع عباد الله؟
يدخلوا مع الزنقه يدخلوا يديروهم يعاود يخرجوا يعاود يخرجوا عاوتاني عباد الله حرام. خصنا نصبروا ونعاونوا حتى حنا السلطات ونعاونوا الامن باش حنا نبقاو في ديورنا باش كلشي يخرج بسلام. هذه القهوه هذه حتى هي غادي نهديوها لهذا الصحفي الفزان اللي هو طارق في ليفا بريس. معك مرحبا سيدي. عاش مرحبا ايوا الفضل ديالو كيرجع لها الطاقم ديال هاد السياره ديال هاد كافي 19 هاد المبادره الرمزيه ديال هاد كافي 19. نقول لهم تبارك الله عليكم صحفيين شباب الله يعطيهم الصحه. تنقول لكم الله يرحم لكم الوالدين اللي شاركتوني معكم في هاد المبادره الانسانيه اللي هي 100% لله في سبيل الله. وانا كنحس براسي انني درت شي حاجه على الاقل انني انا خرجت اليوم وصهرت مع هاد الناس وصهرت معكم وكنطلب من الله يتقبل مني هاد الاجر اللي درت معكم والحمد لله. انا حتى انا بدوري باسمي وباسم طاقم المبادره كنبغي نشكرك على هاد التلبيه ديالك لهاد الدعوه. شكرا جزيلا لك والله يطولنا في عمرك. امين. ونتمنى نشوفك منور ونشوفك دائما حاضر. وتحيه كبيره للطاقم ديال المبادره ديال كافي 19. تبارك الله عليكم.